ده بند خزعبلي اللي عمله والله العظيم ما له اي داعي، اللي هو اللي بيجي يفسر الماء بعد جهد جيد بأنه الماء. وضع طبيعي جدا يا معلمين يا بتوع الكورة، انه القصة الحكم لو اعترف من غير ما اكتب ده خلاص. لو اعترف الحكم خلاص خلاص هو ده بقى الفيفا، انما الحكم لن يعترف. هو ده الفيفا يا استاذ جمال. والقياس مع الفارق في ماتش مصر وزيمبابوي، ايوه كتب الرجل ديريمبا انه في الدقيقه مش عارف كام و70 ولا لا نتاج دش من الاحجار وتعادل، اضطريت ان اوقف واعتبر المباراه منتهيه، لكني استكملت المباراه حرصا على الجماهير واللاعبين. الله عليك يا اخي والموجودين، وتعادت المباراه في مدينه لوين في فرنسا. تمام الحكم، ايوه هي دي بقى اللي الفيفا بيستند عليها، مش ان انت تكتب لي بند اذا ما تراءى لنا وبعدين تجي بعد 48 ساعه. انت عايز تخش تلعب مع النتائج ولا ايه؟ ما حصلتش يا الكلام ده. ده في ماتش يورجم في الدوري الممتاز بيه السنه اللي فاتت، لعبوا الالومنيوم عاوز افتكرك مع فرقه وتعادت المباراه فرقتين، وكان نتيجتها انه الالومنيوم ما كملش، يعني ما كملش، كان المفروض يحسم المساله. ايوه يحسم المساله، حطيت له كده ايه زلطايه كده، ما هو فاضل لك زلطه وتطلع بره. كانت دي الزلطه اللي طلعت هي دي بمناسبه الدرجه الثانيه. هو ليه الدرجه الثانيه التغييرات فيها ثلاثه وفي الدرجه الاولى مثلا حاجه برضه غريبه؟ لا حاجه غريبه. ايوه غريبه جدا على فكره يا كابتن، عشان درجه ثانيه يعني ايه؟ يعني دي على فكره احنا لازم نخترع ونحط حاجات نبين ان احنا بنعمل حاجه. يعني انا قاعد فاضي مش لاقي حاجه. بص يا جماعه ايه الفرق؟ انا عايز اعرف ليه في الرد على السؤال ده. عايز تعرف ليه في الرد؟ بس الاجتهاد في الرد للسؤال ده ان مسابقه الدرجه الثانيه اصلا اقل في عدد المباريات، نمره واحد. نمره اثنين ما فيهاش ارتباطات منتخبات، فبالتالي يعني الجهد على الفرق أقل. ربما اقل. ده كل اجتهاد، ده كل مجموعه 18 فريق والله. يعني هو اجتهاد مشكور، بس انا اقول لحضرتك ضده برضه. ممكن اقول لحضرتك يعني ليه بلد واحده حضرتك اقول لحضرتك ليه الف وب الف خمسه وب ثلاثه اقول لحضرتك ليه؟ بس لانه اولا اغلب الانديه اللي عقدت الجمعيه كانوا من الدرجه دي مش من الممتاز اولا. الجمعيه اللي هي اللي قالت احنا عايزين كره بجد او بنص جد. ثانيا وده الاهم، وده الاهم من اولا، انه يفترض ان ما حدش يفتلهم، دول لازم يبقى ليهم رابطه. اما واننا بدانا في حكايه الروابط يبقى في رابطه للدرجه الاولى، ما فيش حاجه اسمها الف دي يعني امتى بقى نخلص منها؟ الدرجه الاولى والدرجه الثانيه يبقى ليهم رابطه انديه محترفه بلجنه مسابقاتهم محترفه. عشان كده طب بالك من الاجتهاد مني انا بقى. انا عندي اجتهاد، عندي اجتهاد. اتفضل. يمكن مفيش كورونا في دوري الدرجه الثانيه؟ لا، او مفيش ورق يكملوا عليه كتابه اللوائح. لا والله انا هقول لك حاجه، عندي اجتهاد. اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه لقت ان الرابطه هنا حطت خمسه، فقالت لك لا انا هحط هنا ثلاثه. او ما لهمش ضهر. ما لهمش ضهر. ما خلي بالك حضرتك، اختلاف اصل حاجه، معلش هي حاجه غريبه جدا. غريبه لا غريبه، هنا خمسه وهنا ثلاثه، طب ليه؟ عقوبه. خلي بالك الدوري ده بره ده ليه بطوله دوري، يعني في الدوري الانجليزي انت عارف وليه جوازه كام؟ 150 مليون جنيه السنين لبطل الدوري في كل العالم. يعني الفرق اللي بتصعد بتاخد رقم في انجلترا بس، في كل دوري العالم. وليه مشاهده وليه نسبه مشاهده؟ وانت قلت انك انت المفروض ايه تحطه. لما عملت لجنه رابطه الانديه دي كنت قلت يا جماعه اللي هنا اعملوا عشان انتوا مكملين للمساله دي والجزئيه. هنا انت بقى ايه خدت جزء وسبت جزء. مش ده كان متطبق الكلام؟ ايوه انت خدت جزء وقلت ايه؟ متطبق على الاثنين. ما انا